في ركن العيادة أعزائي المشاهدين، كل يوم اثنين في برنامج صباح الخير يا جزائر من محطة ورقة الجهة نركز الضوء على مرض من الأمراض، ونستضيف دكتور من الدكاترة أو المختصين للحديث بإطناب وبإسهاب على موضوع ما. اخترنا لكم في هذه الحلقة موضوع حول مرض خشونة الركبة أو خشونة الحوض. هل أنت مصاب بمرض خشونة الركبة؟ ما هي طرق علاجه وما هي الحلول الطبية والطبيعية المتوفرة؟ خشونة الركبة أو مرض الفصال العظمي في الركب هو عبارة عن حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل، أليس كذلك دكتور؟ أو أنا صحيح؟ أنا صحيح دكتور. مرحبا بدكتورنا الحاضر معنا في هذا اللقاء دكتور خالد عانو، أخصائي جراحة العظام مرحبا وسهلا والمفاصل. مرحبا بك دكتور، الله يبارك فيك. كيف الاحوال؟ الحمد لله. اليوم ما كانش عمليات؟ اليوم ما كانش اليوم ربو. عمليات مرحبا بك دكتور. دكتور سبق وان اسلفت انه قلت انه هي خشونه الركبه او خشونه ايضا الحوض، يا حبذا انك تعطينا نبذه عن هذا المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، سنشكركم على الاستضافه. خشونه الركبه او خشونه المفاصل بصفه عامه هي مرض يصيب جميع المفاصل بصفات متفاوته، وهذا نظرا لانه على مستوى القروش الغضروف كما نقولوا القروش بالدروه نعم يحدث تشيخ وتحلل للغضروف على مدى الزمن، واكثر المفاصل اللي تكون عرضه لهذا المرض هو مفصل الركبه ومفصل الحوض بصفه في المرتبه الثانيه. المرض هذا زمان ما كانش يبان بزاف لانه نسبه الحياه ليسبيرونس دو في عند الناس زادت، وهو اصلا جينيرالمون مرض مرتبط بالتقدم في الزمن، لانه بعد يعني كل ما استعملنا المفصل تاعنا بزاف كل ما يصرى فيه احتكاك بزاف في الغضروف وكل ما يحدث هذا المرض. جينيرالمون نقدروا نقسموا هذا المرض الى قسمين، كاين خشونة الركبة الأولية وخشونة الركبة الثانوية. خشونة الركبة الأولية كما كنت نشرح هي اللي تحدث مع التقادم مع التقدم في العمر، أما خشونة الركبة الثانوية قادرة تكون نتيجة لأمراض كما نقولوا الروماتيزم تاع الدم، كاين عدة أمراض مثلا نابوليارتريت روماتويد، البسورياسيس، الأسبياس بونديلارتريت انكلوزونت، وكاين اللي يكون ناتج عن الاصابات الرياضيه اللي ما يتمش علاجها. نعم. مثلا كاصابه الرباط الصليبي او اصابه الغضروف الهلالي اللي تكون عند الرياضيين، لذلك نشدد على انه هذه الاصابات يتم تشخيصها وعلاجها في وقت مبكر باش نيفيتيو ما نلحقوش الخشونه الركبه بعد تقدم العمر، لانه مثلا لو كان تكون اصابه رياضي عند رياضي ويهملها وليوبش تجي هذه الارتروز في سن مثلا 60 الى 70 سنه، تكون تجيه في سن متقدمه من 40 الى 50 سنه، وهذا راح ياثر له على الحياه تاعه وياثر. وكاين هذه الاصابات الرياضيه، وكاين مثلا الكسور اللي تكون في المفصل. نعم. على هذه ننسيستيو كي تكون انفراكتور ارتيكولار انها كي نخدموها لازم تكون نعاودوا نرجعوا المفصل تاعنا بنسبة لا تقارب زعما 100%، يعني أحسن ما يكون. نعم. أحسن لكي نمد كل لكي لا تكون هناك مضاعفات خشونة الركبة. هذو هما. نعم. هل هناك علاقة للوزن الزائد بتآكل هذا الغضروف؟ نعم، الوزن الزائد هو السبب الأول أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تآكل الغضروف أو خشونة الركبة أو الحوض دكتور. الاثنين، لكن الحوض الركبة هي اللي تكون أكثر عرضة، لأنه كي نعودوا في لابوزيسيون دوبو في وضعية الوقوف 80% من وزن الجسم تحمله الركبة. نعم. وخاصة في وضعية الوقوف الثابت، وهذه خشونة الركبة أيضا تكون عندنا قلنا الوزن الزائد. نعم. اللي هو شغل سيرتو مع لو شونجمون دو مود دو في تاعنا والتغيير. نعم. في العادات النمطيه تاع الاكل ولا سيدونتاريتي، شغل الناس ما عادتش الناس تمارس الرياضه بشكل يعني وما تحركش تحرق ما تحركش كما يلزم، الناس عادت بزاف كاين السمنه المفرطه هذه كان ولات عندنا بزاف. نعم. وعندنا ثاني الاجهاد اللي يكون على المفصل. نعم. يعني سيرتو عند لي ترافايور مانويال اللي
الخدمه ويستخدم تاعهم، ركبتيه. الخدمه تاعهم تستلزم عليهم لا بوزيسيون اكروبيك، شغل وضعيه القرفصه، القرفصة هذه ثاني يكون عندها جهد كبير على على المفصل. ظن يخدموا الارضيات اي والبلاط اي والكارباج هما لي كارلور هما اكثر واحدين معرضين لهذا. مما اللي على يكون هذا على كثره الاعتماد على الركبتين. نعم، نعم. وكاين ثاني الجلوس في لي طابوري، الجلوس في الكراسي المنخفضه، لانه مام والجلوس في الارض، الجلوس في على هذه ننصحوا المرضى اللي عندهم هذا المشكل نعم. انهم دائما يكونوا يجلسوا في كراسي اللي تكون من 50 سنتيمتر الى الفوق، وتكون عندها مساند للاذرع للذراعين، نعم. باش الانسان كي يجي ينوض ما يتحملش، نعم. ما يديرش الحمل تاعو كامل على الركبه تاعو. نعم. دكتور ما هي نعم وكاين ثاني صعود ونزول السلالم، هذه كاع تكون جهد، يعني جهد مفرط على الركبه لتؤدي الى تاكل نعم. هل هناك دكتور اعراض عرضيه تظهر على الانسان ويعرف باش يعرف روحه باللي راه مصاب بخشونه الركبه؟ نعم، الاعراض اللي تكون ملازمه لهذا المرض تختلف على حسب سن. المراحل، حسب السن. على حسب مراحل تطور المرض. العرض الاول اللي يظهر علينا على المريض هو الالم. الالم هذا يكون الم ميكانيكي مصاحب للحركه، زعما المريض كي يجينا يقولنا باللي قال كي نمشي بزاف، قال مثلا كنت نمشي للجامع نورمال، ومن بعد دركا وليت قال مثلا ما نقدرش نلحق للجامع، نمشي ونقعد ولا ايه لازمني قال نرتاح في الطريق ولا. هذه جنرال مو يكون هذا هو العرض الاول، المرض الالم اللي يكون مصاحب للحركه، ستونت دولور دو تيب ميكانيك، اللي تختلف عن الالم اللي يكون مصاحب للامراض تاع الروماتيزم تاع الدم اللي يكون دو تيب انفلاماتوار، زعما هذا الالم يكون مام في الراحه. عندنا الالم وعندنا يقدر يكون ثاني تورم في الركبه، لانه الغشاء المبطن للركبه يبدا يفرز سائل بصفه أكثر من اللازم، وهذا ينتج عنه انتفاخ في الركبة. وفي الحالات المتقدمة جدا نزيد نلاحظ أنه كان زيادة تقوس في الركبة، لأنه مع مرور الوقت لما يتأكل الغضروف كاملا يلحق يولي العظم يحك في العظم، يقول لك شغل يا ديفياسيون دولاكس تاع المنبر، شغل الرجل تكون. نعم تفضل، بامكانك انك تبين دكتور هنا في هذا المجال. هنا باش نقرب الصوره للمشاهد الكريم، عندنا مفصل الركبه هو نقطه التقاء عظم الفخذ مع عظم الساق، والمفصل هذا ثاني يتكون من عندنا اربطه جانبيه دي ليغامون لاتيرو، وكان ليغامون دور هكا دكتور الكاميرا نشوفه، وكاين هنا مفصل الركبه هو نقطه التقاء عظم الفخذ مع عظم الساق وعظم الصابونة. وهنا هذه كما رانا نشوفه هنا، أين يتم دكتور أين تتم خشونة الركبة؟ هل هنا في هذا الغضروف؟ نعم، هذا هو الغضروف اللي يكون مبطن للعظم لهذه العظام للمفصل، اللي يسمح لنا بالتحرك بكل سلاسة، بحيث أننا المفصل تاعنا يتحرك على مدى اليوم، ولكن ما نحسوش كاع بالآلام ولا ما نردوش بالنا لهذه الحركة. وكاين المفصل هذا باش تاني الحركه تاعو تكون سليمه، لازم المفاصل يكون توازن في المفاصل. عندنا الاربطه الرباط الجانبي ليغامون لاتيرال لاتيرال ميديا لي لاتيرال. نعم. وكاين ثاني الغضاريف الهلاليه هذه اللي تكون تصاب عند الرياضيين اللي كنا نهضروا عليها، وكاين دركا تقنيات زعما اللي تسمح لنا ان نعاودوا نخيطوا المينيسك هذا باش نوخروا الاعراض تاع لاغونارتروز. وكاين الرباط الصليبي الامامي هذا اللي يكون يصاب، وكاين الرباط الصليبي الخلفي. يعني الاصابات اللي تكون اي اصابات تكون في هذه ال نوجهوا الكاميرا هذه باش يبان مليح للمشاهد الكريم هكذا. اي اصابات تكون في هذه الاربطه او الغضاريف الهلاليه ماذا بينا نديروا التشخيص تاعها مبكرا ونداووها كما يلزم الحال باش نقللوا خطر الاصابه بخشونه الركبه. نعم هذا جميل دكتور، انه هناك مختلف علاجات الان استحدثت حديثا، هناك علاجات طرق لعلاج هذا المرض خشونه الركبه، منها الدوائي ومنها الجراحي ومنها الطبيعي. كيف يمكن ان نفسر كل هذا؟ طرق العلاج تختلف على حسب الاستاد دو لا مالادي، على حسب حاله المريض. على حسب حاله المريض. الطرق العلاجيه احنا جينيرال المريض كيجينا في يعني باش نقرب الصوره للمواطن،
نقدر نقول كاين حالات بسيطة متوسطة وحالات متقدمة. في الحالات البسيطة كاين أهم حاجة هي تغيير نمط الحياة. كيف يتم ذلك؟ كيف أنه المريض اللي عنده سمنة زائدة، سمنة زائدة مفرطة أو زائدة، مفرطة، ينقص في الوزن تاعه، هذا شيء مهم جدا. وكاين زعما المشكل أنه لي مالادي لا دير با سا، زعما دايرين في بالهم باللي دايرين في بالهم باللي ياخذ الأدوية هذه اللي تسكن الآلام ويمارس حياته ويمارس عادية. حياته اليومية. أوركو هذا غلط، لأنه كي يمارس حياته اليومية راه يزيد يهلك في الغضروف تاعو. نعم. إيه. احنا عندنا كما قلنا نقص تنقيص الوزن. نعم. نصائح اللي كنت نقول لك عليها، انه الانسان ما يقعدش في كراسي منخفضه في وضعيات طابوري. الجلوس. نعم. ايه. وما يقعدش في وضعيه القرفصاء، ينقص ماكسيموم صعود ونزول السلالم، وينقص وضعية الوقوف لمدة طويلة. نعم. هذو هما النصائح. هذه نصائح بالنسبة لي كيف يمكن أن يقي نفسه أو يخفف ايه من الألم. نعم. عن العلاج دكتور، ايه عن العلاج لو قلنا أنه هناك علاج مثلا مسكنات موضعية والحقن وما شابه ذلك. ايه. ومن بعد فيه الحقن الموضعية، في حقن الكورتيزون، أو في حقن المحلولات السائل الزلالي اللي يكون اصلا في المفصل. نعم. الركبه. كما نقولوا زعما نعاودوا شغل بالعاميه، اعاده حقن هذا السائل، كما نقولوا نعاودوا نجريسيو المفصل. هل لديه مده معينه ذلك تلك الماده دكتور؟ يقال من انها 6 اشهر، مده سنوات، وتذهب يعني ويعود الالم مره ثانيه. هي هذا الحقن تمد يعني مفعولها يكون في الحالات المتوسطه اللي ما يكونش تلف. نعم. تلف كبير في الغضروف. في الغضروف. و جينيرال مو تمد لنا اون اكالمي دو من 6 شهور الى عام عامين هكا، ثم تعود ثم تعود الالم. لان اذا في حاله اذا كان المريض ما لم يراعي تلك النصائح التي قدمها، اجهد نفسه ومشى عليها. نعم. ويطلع السلالم هي وكذا هي. ايضا من بعد في الحالات، وعندنا كاين دراسات جديده اللي هي بي ار بي البلازما، البي ار بي بلازما ريشون بلاكيت، البلازما الغنية بالصفائح هذه، في لكن لم تثبت حاليا يعني دراسات علمية انها تعاون في لو جينيراسيون دو كارتيلاج، وانما تقل على رالونتي ليفوليسيون دو لا مالادي، زعما تقلل تطور المرض الى المرحلة الخطيرة. المرحلة الخطيرة. على ذكر تطور المرحلة الخطيرة، اكيد يستدعي تدخل جراحي، راح نتحدث عن التدخل الجراحي كما تقومون انتم دكتور. أيه. بعد ما نتابع الفصل ونواصل. اوكي. وركننا العيادة، كنا نتحدث عن مرض خشونة الركبة والتدخل الجراحي مع الدكتور الجراح أبو بكر الصديق عانو، لنرحب به من جديد. مرحبا بك. مرحبا بك. نعود إلى نقاشنا دكتور، ونتحدث عن التدخل الجراحي بعد المرحلة الدوائي، كيف يمكن ذلك وما هي طرق الجراحة التي استحدثت حديثا؟ بالنسبة للتدخل الجراحي في عدة زعما على حسب مراحل المرضيه. كما قلنا كاين التدخل الجراحي الوقائي اللي هو التشخيص والعنايه بالاصابات تاع الرباط الصليبي او الغضروف الهلالي عند الرياضيين، ولا في حاله حوادث. كاين طريقه علاج اننا نعاود نريدريسيو تقويم الارجل لكي ما يكونش، لانه باش نفهموا المريض. مثلا كاين الناس اللي يعود عندهم اعوجاج في الرجل. اذا الاعوجاج في الركبه او في الرجل يؤثر على جهه. نعم. من جهه الغضروف. من جهات. لانه الضغط ما يتوزعش بشكل متساوي. نعم. على كافه المفصل، وانما يكون ضغط مفرط على الجهه الداخليه. هل هذه عيوب خلقيه او طريقه تشوهات يزيد بها الانسان الرضيع مثلا؟ كاين عيوب خلقيه، لانه كاين في لي تيب تاع الانسان. نعم. كاين اللي عندهم جينيفاروم نقولوا شغل مقوسين داخل، أو. ولا جينيفالغوم اون اكس مقوسين برا. نعم. هذا يكون فيه الضغط ما يكونش متساوي على كافه انحاء المفصل. هذه اذا يتم احتكاك من جهه اكثر من جهه. وكاين يعني